الهدف ديال السؤال مجمل المعارض ديال فريق الرجاء الرياضي حسين الرحيمي، شنو تقول لي فكما كعرف الجميع فحسين الرحيمي فغادي كي تدريجيا غادي كي المستوى ديالو غادي كيرتفع. نتمنوا ان شاء الله مسيره موفقه في المباراه المتبقيه معنا ان شاء الله، ولما الموسم القادم يرجع الفريق ديالو وياخذ المكانه ديالو وياخذ فرصه ديالو، تا هو كما الاخ ديالو اللي بكل صراحه عائله كتشرف كره القدم المغربيه بكل صراحه. بما انك ذكرت الاخ ديالو، المنادات عليه بالفرق هو اللي دير الكريم فبطبيعه الحال فهذا شرف ليه وشرف لجميع المغاربه، وكل شيء فرحان لهذا الوليد هذا الحمد لله، اللي واحد اللاعب اللي هو بكل صراحه واحد الانسان اللي اشتغل على راسه. نتمنوا جميع اللاعبين يكون مثال صفيان الرحيم لجميع اللاعبين اللي صاعدين في الدوري المغربي، يكون نفس المستوى ان شاء الله، ولا خوف على كره القدم في المغرب بالنسبه للمستوى ديال اللاعبين.